السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فوكا، والنهارده جايبه لكم فكره واسرار رهيبه جدا هتعجبكم، على اساس تطلعوا اي اتساخ واي بقع موجوده في الكنب او في الركنه. الافكار والاسرار دي هتعجبكم جدا. لو اول مره بتشوفوا القناه يا ريت تنضموا لينا بالاشتراك بالضغط على زر الاشتراك تحت الفيديو لونه احمر، وفعلوا الجرس واختاروا الكل عشان يوصلوكوا اشعار بكل فيديو جديد. طبعا كلنا عارفين وكلنا بنتعرض ان الكنب والركنه هي اكتر مكان بتتعرض للاتساخ، سواء بقى بسبب بقع الطعام اللي بتبقى عليها، او نتيجه ان احنا مثلا بتقع عليها اي منقير اي حاجه، بتبقى اكتر مكان بنقعد عليه فهو اكتر مكان بيتعرض للبقع والاتساخ. النهارده هنقول مجموعه من الحيل والاسرار البسيطه السهله اللي مفعولها مضمون، اللي موجوده في كل بيت، لكن هترجع الكنبه وهترجع الركنه جديده وبتلمع ومنوره كانك لسه فعلا مشترياها. اول حاجه معانا هنتكلم لو الكنب قماشه عادي، اللي هو الكنب او الركنه اللي موجوده في اي بيت، يعني مش هنتكلم على النوع التاني اللي هو الجلد او حاجه، احنا بنتكلم على الركنه والكنبه المعتاده اللي موجوده في كل البيوت. هنجيب نص كوبايه خل ونجيب نص كوباية مية فترة، ونحط الاتنين على بعض، وبعدين نجيب قطعة قماشة ناعمة ونحطها في المحلول اللي احنا قلنا عليه، وبعد كده نبتدي نمشيها على الكنبة من فوق لتحت. ديت هتشيلك اي حاجة موجودة في الكنب، اي بقع موجودة فيها، وهتلمع الكنبة وتخليها جديدة جدا. طيب لو انا عندي في الكنبة بتاعتي بقعة حبر، بقع الحبر دي طبعا من البقع الصعبة جدا، لكن في حل سهل وسريع. هتجيبي حتة قماشة أو حتة قطنة، مثلا قطعة قطنة، وتبتدي تجيبي طبق تحطي فيه كحول، وتحطي القطنة تبليها في الكحول وتبتدي تمسحي بيها المكان الموجود فيه الحبر، هيطلع على طول. لو أنا عندي في الكنبة أو الركنة مثلا كنت بعمل أو بحط منوكير ووقع مني المنوكير على الكنبة أو الركنة، هنعمل ايه في الحالة دي؟ هجيب اول حاجه الاسيتون وابتدي امسح المنوكير الموجود على الكنبه او الركنه بالاسيتون. وفي حل تاني اللي هو المسحوق التنظيف الخاص بالسجاد، نجيبه برضو ونحطه في ميه وناخد الرغوه بتاعته ونبتدي نمسح بيها المكان الموجود فيه طلاء الاظافر، هيطلع على طول، وبعد كده ننشفها طبعا بحته قماش جافه. بعد كده اصعب حاجه بقى واصعب بقعه بتقابل كل الناس، وهي البقع بتاعه الطعام، خاصه لو في دهون او في شحوم، فبتبقى بقعه صعبه جدا وما بنكونش عارفين نتصرف. الحل بتاعها ان انت بتجيبي شويه بيكنج باودر او بيكنج صودا او كربوناتو، وتبتدي ترشيها على البقعه اللي موجوده، بقعه الشحوم او بقعه سميكه جدا نتيجه الاكل اللي موجوده على الكنبه او الركنه بتاعتك، وتسيبيها شويه ربع ساعه تقريبا. البيكنج باودر او البيكنج صودا هيمص الزيوت او الدهون الموجوده على الكنبه، وبعد كده تمسحيها او تفركيها بقطعه قماش. وتجيبي المرحله التانيه، تبتدي تجيبي صابون، سواء صابون اللي بتغسلي بيه الاطباق او صابون الغسيل العادي، وتبتدي تاخدي منه بقطعه قماشه وتضيفي عليه ميه طبعا، وتبتدي تاخدي منه بقطعه قماشه وتمسحي مكان اللي احنا شلنا منه البيكنج باودر. هتلاقي ان البقعه دي انتهت تماما، لان البيكنج باودر او بيكنج صودا خلاص مص الدهون، فبتبقى حاجه سهله جدا انت في الحاله دي على طول تمسحيها بالصابون، هتطلع معاكي على طول وتنشفيها بعد كده. احنا كده النهارده قلنا اسرار عشان نرجع الكنبه فعلا تبقى كنبه منوره وكنبه جديده او ركنه جديده تستقبلي بيها العيد. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكون الافكار دي عجبتكم، جربوها ومش هتندموا، بالعكس هتلاقوا فرق جامد جدا. مستنيه منكم لايكات كتير للفيديو، وتنشروا المعلومات دي لكل اصحابكم عشان كل الناس تستفاد، وانتظروا الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتبقى قويه وهتعجبكم جدا، وهتبقى فيها كل الحاجات اللي انتم طلبتوها. ومع السلامه.